وفي كنيسة الصعود الإلهي بخلدة سيما الشماس تيودوروس السويس كاهنا جديدا على مذبح الرب، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه المطران خريستوفوروس. عونه في الخدمة عدد من الأباء الكهنة وبحضور ذوي الكاهن الجديد وأبناء الرعية، وقد هنأ سيادته الكاهن السويس وعائلته على هذه النعمة الكبيرة. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم وسنيكم أبنائي عديدة مباركة وبالقداسة سلمتمكم. أبونا الشماس ثيودوروس ألف مبروك، مع كل محبتي لإلك ولكل أبناء أهلك أقاربك عشيرتك وكل الرعية أبناء الرعية، لأنه الكاهن من لحظة أنه بدخل في سلك الكهنوت يعني من خلال الشموسية يصبح للكنيسة فبالتالي للرعية كلها، فالرعية كلها في الأردن في بطريركية القدس اليوم بتفرح فيك، فألف مبروك إلك ولكل الأحبة الموجودين لزوجتك ولأهلك ولكل الأحبة اللي لهم كل محبة وتقدير، ألف مبروك إلكم، ربنا يحميكم ويعطيكم كل بركة.